يقول المسح بعد قراءة المعوذات هل يكون فقط عند النوم أو أيضا بعد كل فرض من الصلاة؟ نعم. المسح على الجسد بعد قراءة المعوذات هل يكون فقط عند النوم أو كذلك بعد كل فرض من الصلاة؟ الذي ورد أنه عند النوم، الذي ورد أنه عند النوم، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويمسح ما أقبل من جسده على وجهه وما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام، هذا عند النوم.